السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة شاف هاشم سكينة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون كاطو شوكولا، ما فيهش الجينواز وما فيهش الكريمة وما فيهش حتى الشوكولا، يعني كاطو شوكولا غلاسي اقتصادي لواحد الدرجة اللي ما تتصورش. والأهم من هذا الشيء انه ناقص سكر، يعني الحلاوه ديالو ناقصه، حتى الناس اللي ديابيتيك يقدروا ياكلوه، ما فيهش كميه ديال الحلاوه اللي هي مجهده. غاتو كريمي، المذاق ديالو زوين لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب الا عجبكم الفيديو ديالي، وعلى زر سبسكرايب الا عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي والمحتوى الفيديوهات اللي تنحط في القناه ديالي. شوفوا لا تيكستور ديال الكاطو كيفاش كتجي، قوام خطير، انا متاكده انه غادي يعجبكم الا جربتوه. غادي ندوزو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نصاوب اول حاجه البسكوي التحتاني، واللي غادي نحتاجو ليه هنايا بسكوي، اي بسكوي عندكم كيف ما كان، يعني انا ما خلطت كاع هذاك الشيء اللي كان بقى ليا خلطته. غادي نحتاج الزبده، بودر كاكاو والعسل، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج باش غادي نصاوب ديك الطبقه الثانيه. هنا تقدروا تصاوبوا ديك الطبقه الثانيه بالبسكويت، تقدروا ديروها بالبقايا ديال الكيك الا بقى لكم الكيك، تقدروا ديروا هنايا البقايا ديال الكيك ولا الجينواز، اي حاجه عندكم تقدروا ديروها. الا ما عندكم حتى حاجه خذوا بسكوي وديروه من التحت. غادي ناخذ داك البسكوي نطحنو، هنا بحال غادي نديرو ديك الطبقة ديال تشيز كيك. غير هو هنا أنا غادي نزيد معاه بودر كاكاو، حيت بغيت ديك الطبقة لتحت تكون معاه داك الكاكاو ديالي يكون كلو شوكولا. بعد غادي نزيد دوك البقايا ديال الكيك، انا هنا عندي بقايا ديال الجينواز، دابا غادي نزيد الزبده. هنا الزبده عندي دايبه تقريبا جوج معالق ديال الزبده كبار، ما نقويش الزبده حيتاش غندير العسل. هنا العسل ضروري حيتاش هنا البودر كاكاو اللي درت غادي ينقص ليا الحلاوه ديال الليمون، غادي نعوضها بالعسل، وفي نفس الوقت غادي يجيني داك الخليط داير غادي يجمع ليا داك لاباط. هنايا غير نشوف الخليطه ديالي ولا كيتجمع ليا بحال هكا نحبس، يعني هنايا الا جاكم شويه مازال كيتفرتت زيدوا الزبده زيدوا العسل، المهم عندكم ميزانكم، غيبان لكم الخليط بدا يتجمع صافي حبسوا. انا هنا غناخد الكادر اللي غادي نخدم فيه، هو مربع هو داير على حساب اللي عندكم، وغادي نصاوب القاع الثاني. انا هنايا ما احتاجيتش ندير الزبده بزاف حيت داك خلطت ما بين الجينواز والبسكويت، الجينواز عندي ديجا مضيعه معلكه، يعني ماشي بحال غير بسكويت بوحدو، الا درتي بسكويت بوحدو غادي خصك الزبده بزاف. هنا الا كان عندكم بسكويت اللي ديجا شوكولا ما كاينلاش ديري الكاكاو. غادي نقاد البسكوي هكا بالمزية، ورا
نحرك عليه باش يتبت مزيان في القاع، ونرجعوا باش نصاوبوا لاموز. وبالنسبه للاموز غادي ناخذ اول حاجه، هنا عندي الجيلاتين 5 الوريقات ديال الجيلاتين، غادي نديرهم في الماء بارد. اول حاجه غنديرها يعني ندير الجيلاتين في الماء نخليه يرطب، عاد ندوز نطلع لاموز. صافي غادي نخليه هكا اقا، وغادي ناخذ نطلع لا كريم شونتي ديالي. هنا ما درتش لكم لا كريم ليكيد، درت غير شونتي بودر. غادي ندير مع سترو ديال الحليب، الحليب يكون بارد، يعني كل ما كان بارد بزاف كل ما لاموس غادي تجي شاده راسها مزيان. صافي غادي ندير الحليب مع البودر ديال الشونتي، وغادي نديرها في الطماطه. هاد الكاطو كيجي مذاق ديالو واعر، والزوين فيه انه ما كيجيش حلو، يعني بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش الحلاوه ولا الناس اللي ديابيتيك حتى ما يقدروا ياكلوه، كيجي فيه داك المذاق ديال الشوكولا فوق، حيت ما غاديش نديرو غندير الشوكولا انا يعني غادي ندير بودر كاكاو. بودر كاكاو خلاص راكم عارفين راه مر. صافي غادي ندير لاكريم ديال الطماطة، صافي هنايا لاكريم شونتي ديالي طلعات. غادي ناخد بودر كاكاو 20 غرام، يعني تقريبا 3 ديال الشخصيات، يعني الا عندكم شخصيات ديروا 3، عندكم العبار ديروا 20 غرام ديال البودر كاكاو. غادي نزيدها على الناموس، الا جربتوا هذا الكاطو هذا غادي توليو مدمنين عليه. صافي ما غاديش تبقى تصاوبوا لاموس ديال الشوكولا المعتاده اللي بالشوكولا، غتقلبوا عليها. صافي كاكاو، وغادي نزيد هنايا الحليب المركز المحلى، غندير تقريبا نص بواطه، نص حك، يعني بواطه وحده ديال الشونتي، كرتونه ديال الشونتي مع السطر ديال الحليب مع 3 ديال الشخصيات بودر كاكاو مع نص ديال الحليب المركز. الحلاوه ديال هذا الحليب المركز مع المروره ديال بودر كاكاو غادي تجي هي هذيك. دابا غادي نخلط، ولكن ما غاديش ندير فيتاس مجهده، غندير غير شويه غير الدرجه الاولى. فوالا اللون ديال لاموس كيفاش كيولي. من بعد هنا غادي ناخذ كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب غادي نديرو يفيض يسخن، باش غادي ناخذ داك الجيلاتين اللي كنت درت في الماء. غادي نوريكم داك الجيلاتين غادي نعصرو من الماء، وغادي نديرو يذوب داك الحليب، باش وقت السخونيه باش يذوب غادي نذوبو في داك الحليب السخون. نعصرو مزيان من الماء ونديرو في داك الحليب.
انايا بعد ما داب ليا داك الجيلاتين غادي ناخذ شاطيه وحده ديال بودر الكاكاو نزيدها معاه. هنايا نتاكدوا بلي داك الجيلاتين ذاب تماما ما نخليش دوك الطريفات. هنا دابا غادي نزيد تغمق ليا لاموس غادي نخوي هادشي هذا كامل وغادي نعاود ندور لاموس ديالي. فوالا لاموس ديالي تجي على هاد الشكل هذا. غادي ناخد داك الكادر اللي كنا درنا فيه بيسكويت ونخوي فيه لاموس ديالي. ناخذ سباتول ونبدا نقاد الوجه. وجهة الكاطو يعني تأكدوا أن القناة عمرو ونعمر هاد الجناب. من بعد غادي ناخد السباتيل وغادي نبقى ندير هكا بحال تموجات في الكاطو هكا ندير ونهز هكا. سباتشيل ونهز هاك وصافي. غادي ندخل دابا الكاطو ديالي للكونجيلاتور باش يجمد ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. و فوالا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا تيجي على هذا الشكل هذا من بعد ما ديمولينه. كاطو شوكولا بدون كريم بدون شوكولا والحلاوه ديالو ناقصه يعني بالنسبه للناس اللي ديابيتيك يقدروا ياكلوه. انا هنايا ديكوريتو بالفريز وهكا لي سيغار. ديكوراسيون كتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. شوفوا هنايا الوجه ديالو كيفاش كيجي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كانت معكم شيف هاشم سكينه ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.